كانت هذه لمحة من مشاهد بنيناها خلال 10 سنوات مضت، ما التقطته عدسات الكاميرا وتناقلته وسائل الإعلام رغم أهميته، إلى أنه كان أقل بكثير مما دار خلف الكواليس. ثابر فريق العمل من أجل تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بتأسيس منتدى الإعلام العربي وإطلاق دورته الأولى في العام 2000 كثاني مشاريع نادي دبي للصحافة بعد جائزة الصحافة العربية. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخوة والأخوات، ضيوفنا الكرام، سعادتي بمشاركتكم في أعمال منتدى الإعلام العربي كبيرة. لقد أراد سموه أن يكون هذا المحفل عنواناً جامعاً لأبرز قضايا الإعلام، يلتقي تحت مظلته الإعلاميون العرب معاً مع نظرائهم الأجانب حول المهنة وهمومها ومستجداتها. وفي كل دورة كانت تسعدنا مشاعر امتنان الحضور لمشاركتهم في هذا التجمع السنوي الفريد من نوعه. يسعدني أن ألقي كلمة الافتتاح وأن أكون في هذا المنتدى العربي الذي هو حدث سنوي يجذب أكبر تجمع في الإعلام، حيث وصل عدد الحاضرين كما أرى لعدة آلاف. وإذا كنا قد حققنا درجة من النجاح فالفضل في ذلك يعود لرعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولروح المكان المحفز على الإبداع والابتكار المنفتح على العالم وثقافاته بأريحية وثقة بالنفس. في الأوقات العصيبة تزداد الحاجة إلى الحوار، ووجودكم هنا دليل على إيمانكم بأهمية الحوار وضرورته. من الصعب اختزال مسيرة 10 سنوات في بضع دقائق، ولا نغالي القول بأن المنتدى بات أكبر تجمع إعلامي على مستوى الوطن العربي من جانب تنوع الموضوعات والقضايا المطروحة ضمن الجلسات وورشات العمل، ومن جانب حجم وتخصصات وخبرات المشاركين على منصة الحوار وفي قاعات النقاش. محظوظين نحن بوجود نجوم النجوم في معظم البرامج الحوارية. It's not your job to be hating. It's your job to be doing the story. لن يغير الرأي العام الأمريكي إلا أمريكان. بص بقى من الأول، أنا هاخد مجالي، أنا هتكلم يا سيدي. طب اقول يعني، شوفوا الناس اللي بيخشوا معنا على التليفون. ألو. Anyway, my American friend here said he would never speak more than 10 minutes and he spoke 20 minutes. اتسع نطاق المنتدى واكتسب زخماً وسمعة مرموقة في الأوساط الإعلامية العربية والدولية، وشاركت فيه أرقى المؤسسات الإعلامية، وسمع صدى نقاشاته، ودخلت مخرجاته حيز التحليل والدراسة والتنفيذ، وسعى المنتدى في كل دورة لقراءة المشهد الإعلامي العام كاملاً واستشراف ملامح أعوام آتية. يدخل منتدى الإعلام العربي في مرحلة تطوير جديدة من خلال مبادرتنا لإطلاق التقرير السنوي نظرة على الإعلام العربي. وعمد النادي على تعظيم الاستفادة من مخرجات وحوارات المنتدى وتوصياته من خلال تظهيرها في تقريره الدوري نظرة على الإعلام العربي، الذي يرصد أحوال وتوجهات الإعلام في الدول العربية من خلال ما يقدمه من تحليل معمق حول صناعة الإعلام والتطورات المتوقعة خلال 5 سنوات المقبلة. عندك الحق في التعبير عن رأيك في هذا الجانب. نحن لم نلغي اللغة العربية، نحن نتحدث عن تجربة. الموضوعية هي تناول الخبر وما يحدث على الأرض بدقة حقيقية وفهم الأسباب التي دعت لي. Thank you.
على المستوى الدولي وباعتباره عضواً مؤسساً في اتحاد نوادي الصحافة العالمية ومقراً لسكرتاريته الدائمة. يسهم نادي دبي للصحافة في تبادل المعلومات والأفكار مع أعضاء نوادي الصحافة حول العالم، وقد حظي مؤخراً بمنصب نائب رئيس الاتحاد الذي يضم تحت مظلته أكثر من 26 نادياً صحافياً من مختلف أرجاء العالم. منذ انطلاقه في العام 1999 فاز نادي دبي للصحافة بالعديد من الجوائز وشهادات التقدير والدروع، وآخرها جائزة مؤسسة الفكر العربي للإبداع الإعلامي العربي للعام 2010، والتي نالها تقديراً لعطاءاته ومساهماته في تطوير الإعلام العربي كواحد من أنشط نوادي الصحافة في العالم. إنه لشرف كبير أن تحتضن دولتنا في كل عام هذا التجمع السنوي للإعلاميين العرب، وتوفر لهم فرصة اللقاء والحوار حول شؤون الإعلام العربي والتعرف على التجارب الدولية الناجحة والسعي لاستشراف آفاق مستقبل صناعة الإعلام في هذا الزمن الإعلامي بامتياز. ثم أقدم شكري وتقديري لسمو الشيخ محمد بن راشد لدعوته الكريمة، وأهنئه على الإنجاز الكبير الذي حققه هذا المنبر منذ إطلاقه عام 2000 ليصبح كما نراه الآن رافداً دافق الحيوية في مجتمع الإعلام العربي، ودليلاً على حرصه على التواصل والتفاعل والتطوير. الدرب واضح والتحديات رفيقة العمل. نقتدي بقائدنا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، ونلتزم قوله الأثير: ليس للإنجاز ولا للتميز خط نهاية.